السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم قبل ما نبدأ الفيديو ديالي بغيت نعرفكم على واحد القناة رائعة وغتهم محبي الإكسسوارات. هي قناة سونا بيجو لتعليم الإكسسوارات، قناة مغربية، وأكيد أكيد غتعجبكم بزاف إذا كنتو كتحماقوا كيعجبكم تصاوبوا الإكسسوارات بيديكم والطريقة المغربية. غنخلي الرابط ديالها أسفل الفيديو إن شاء الله باش تقدروا تشوفوها. اليوم غادي ندوزو الفيديو ديال اليوم هو هاد الوريضات اللي كتشوفوا، القرط اولا الحلقات ديال هاد الوريضات. المواد بسيطه والطريقه هي بسيطه وسهله، خليكم معايا الاخر ان شاء الله وتشوفوا الطريقه بالتفصيل الممل كالعاده. كنحتاج 6 ديال العقيقات او الكريستالات ديال الزاج، و6 ديال هاد الخريسات اللي كتشوفوا ديال المعدن، وغناخذ الخيط ديال السبيب، وطبعا القرط اللي غادي نخدم به. هادوك 6 ديال الخريصات كنحل وحده وغادي ندخل الباقي على التوالي، انتم كما راكم كتشوفوا في الفيديو. من بعد ما دخلت داك الدوائر كاملين غادي نسد الدائره اللي كما كتشوفوا بالبانس الخاصين بالاكسسوارات، وغادي نحاول غادي ناخذ من بعد السبيب وغادي نديرو في الابره وغنحاول ندخل ديك العقيقه ديال الزاج او الكريستاله ما بين هذوك الخريصات اللي معلقت لداخل كما راكم تشوفوهم دابا. يعني غادي ندير خريصه مورا عقيقه مورا خريصه حتى غادي نكمل. هانتوما غادي تشوفوا كما قلت لكم الطريقه بالتفصيل. الا كنتوا اول مره كتشوفوا الفيديو او القناه كنتمنى انكم تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، وتشتركوا في القناه الى عجبتكم المواضيع ديالها، وما تنساوش الى عجبكم كذلك الفيديو تبارطاجيوه باش تعم الفائده. والا كانت اي اقتراحات او استفسارات مرحبا بها. هاد العقيقه اللي خديتها من غير هادوك غير باش نشد السبيب من التحت كما راكم تشوفوا باش ما يسلتش ليا، اولا العقيقات ديال الزاج يمشيو يفلتوا او يخرجوا من الخيط ملي غنكون كنركب الوريضه ديالي. ها هي خليتها تما، وغناخد دابا غندوز الابره في الخريصة الاولى او الدائرة المعدنية الاولى غندوز فيها الابرة، وغادي ناخد العقيقة غادي نديرها في الابرة حتى هي، وغنعاود ندخل الابرة في الدائرة اللي وراها اللي جات مراها مباشرة، وغنبقى هكذاك حتى نكمل الدائرة ديالي كاملة.
من بعد ما كملت الدائرة ديالي غادي نعاود ندوز السبيب مرة أخرى باش نثبت العمل ديالي مزيان، ومن بعد غادي نجيب حلقة معدنية أخرى وغادي نلصقها في واحدة من هذوك الحلقات، هي اللي غادي نركب فيها آخر طريف، هو داك ديال القرط اللي غيركب في الأذن. كنتمنى أن الفكرة ديال اليوم تروحكم وتجربوها، وهي سهلة وبسيطة وكتجي نتيجة رائعة. خليتكم على خير وفي أمان الله.